الصلاحيات تعدل بموجب التشريعات، ولكن هي أعتقد صلاحيات هي ثابتة بموجب الدستور، واللي أضاف عليها اللي هي اللائحة الداخلية لمجلس النواب. فبالتالي أنا أعتقد، يعني أنا هاي وجهة نظري، إن الصلاحيات كافية بالنسبة للدستور، بس شلون كيفية قيام النائب باستخدام هذه الصلاحيات؟ هني دور النائب في استخدامه لهذه الصلاحيات، يعني هو اللي ممكن يقوض نفسه بحيث إنه يأخر هذه صلاحياته، أو ممكن هو يستخدمها استخدام الصحيح الموجود. يعني إحنا نتكلم عن الدستور وعن الصلاحيات للنائب الموجودة، موجودة أعتقد في كل الدساتير العالم، يعني اللي هو الأمر الصلاحية التشريعية، وعند الصلاحية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، يعني صلاحية سياسية واسعة. وبالتالي أنا أعتقد أن الصلاحيات كافية، ولكن الآلية اللي يستخدمها النائب في توسعة هذه الصلاحية، في طريقة استخدام هذه الصلاحيات الموجودة تحت إيده. وأنا أعتقد يعني مدام مجلس النواب حالي يعمل بشكل فردي، يعني مو بنظام الكتل، أكيد راح تكون الصلاحيات، ما راح يقدر يستخدم صلاحياته بشكل أوسع. يعني تتكلم عن حتى يتم مثلا إقرار مشاريع أو إقرار أي صلاحيات الموجودة فيه، مثل الرقابة على أعمال الحكومة تحتاج نسبة معينة في التصويت، فبالتالي بدون ما يكون هناك كتل تتفق على هذا، أعتقد هي الصلاحيات راح تقلص بهذا. شكرا.